السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أبنائي طلاب الصف الخامس الابتدائي، معكم معلم الرياضيات بشركة آفاق التعليمية حسام عبد القادر، واليوم موعدنا مع درس لطلاب الصف الخامس بعنوان وحدات القياس. درسنا اليوم يا شباب عبارة عن مراجعة على الفصل العاشر، الفصل الذي درسنا فيه وحدات القياس. درسنا في هذا الفصل وحدات قياس الطول، ووحدات قياس السعة، ووحدات قياس الكتلة، ووحدات قياس الزمن. وفي كل هذه الزمن أو الطول أو السعة أو الكتلة كنا نتعرف على كيفية التحويل بين هذه الوحدات. فعندنا على سبيل المثال في وحدات الطول عندنا وحدة الكيلو متر، ووحدة المتر، ووحدة السنتيمتر، وأيضا وحدة المليمتر. قلنا لكم قاعدة يا أبطال، لو لابد في البداية أن نتعرف على أيها أكبر، أيها أكبر، أي الكيلومتر أم المتر؟ أحسنتم، الكيلومتر أكبر من المتر. كيلومتر الواحد يحتوي على 1000 متر، يحتوي على كم؟ 1000 متر. فعندما نحول من الكيلومتر مثلا إلى المتر نقوم بعملية الضرب، نضرب في كم؟ في 1000. والعكس إذا حولنا من المتر إلى الكيلومتر نقوم بعملية إيش؟ أحسنت، القسمة، حيث نحول من الصغير إلى الكبير قسمة، ومن الكبير إلى الصغير ضرب. في جميع العمليات أو في جميع التحويلات بين الوحدات نستخدم هذه القاعدة، إذا حولت من الكبير إلى الصغير نقوم بعملية ماذا؟ من الكبير للصغير عملية إيه؟ أحسنت، ضرب، ومن الصغير إلى الكبير عملية إيه يا شباب؟ الضرب. نبدأ الأسئلة الآن. السؤال الأول يقول 150 ملي متر كم تساوي من السنتيمتر؟ السؤال يطرح نفسه، أستاذ أيهما أكبر، الملي متر أم السنتيمتر؟ أحسنت يا بطل، الملي متر وحدة أصغر، الوحدة الملي متر وحدة إيه؟ صغيرة. إذا نحول من الحين من ماذا؟ من الصغير إلى الكبير. أولا نسأل أنفسنا، أستاذ السنتيمتر تقول أنه الكبير، كم يحتوي على ملي متر؟ أحسنت يا بطل، السنتيمتر الواحد يحتوي على 10 مليمتر. في هذه الحالة نحول من الإيه؟ الصغير إلى الكبير، وعندنا معلومة تقول أن السنتيمتر الواحد يحتوي على 10، إذا نقوم بعملية إيه؟ قسمة. عند القسمة يصبح الناتج كم؟ 15 سنتيمتر. لماذا؟ لأن السنتيمتر كبير والمليمتر صغير، والسنتيمتر يحتوي على 10 مليمتر، فنقسم على 10. السؤال الثاني يقول 4 كيلومتر نريد أن نحولها إلى مترات. هنا وحدة كبيرة وهي وحدة الكيلومتر، نريد أن نحولها إلى وحدة صغيرة هي وحدة المتر. أحسنتم يا أبطال، قلتنا يا أستاذ أن الكيلومتر الواحد يحتوي على 1000 متر، إذا نقوم بعملية ماذا؟ عملية الضرب، نضرب في كم؟ في 1000، فتكون النتيجة كما ترون 4000، 4 ضرب 1000 تصبح كم؟ 4000. السؤال الثالث 3000 متر نريد أن نحولها إلى كيلو متر. الحين وحدة صغيرة نريد أن نحولها إلى إيه؟ وحدة أكبر، وحدة المتر نريد أن نحولها إلى كيلو متر. من الصغير إلى الكبير نقسم، والكيلو متر الواحد يحتوي على 1000 متر، إذا نقسم على كم؟ على 1000، فتكون الإجابة كما تظهر أمامكم يا أبطال 3 كيلو مترات. لماذا؟ لأننا قسمنا 3000 على 1000 تصبح الناتج كم؟ 3 كيلو مترات. السؤال الرابع يقول 8 ميم، ميم اختصار ماذا يا أبطال؟ أحسنتم، اختصار وحدة المتر، والسين ميم اختصار كلمة السنتيمتر. نريد أن نحول من وحدة كبيرة وهي المتر إلى وحدة أصغر وهي السنتيمتر. عند التحويل من الكبير إلى الصغير نفعل عملية الضرب، ممتاز، نضرب 8 ضرب كم؟ 10 أم 100 أم 1000؟ أحسنت يا بطل، نضرب في 100. لماذا؟ لأن المتر الواحد يحتوي على 100 سنتيمتر، فنضرب في 100 فتصبح الإجابة كما تظهر أمامكم 800 سنتيمتر، 800 سنتيمتر. السؤال التالي يقول هل يعد، سؤال هذا سؤال يحتاج إلى إجابة، هل يعد 20 كيلو متر قياسا معقولا لطول مسبح أولمبي؟ ويريد منك أن تفسر الإجابة.
20 كيلو متر يا أبطال، يعني ايه 20 كيلو متر؟ المتر الكيلو متر الواحد يحتوي على 1000 متر، على 1000 ماذا؟ 1000 متر. الحين عندنا 20 كيلو متر، يعني 20000 متر. هذه مسافة كبيرة جدا. كيف يكون مسبح أولمبي؟ مسبح أولمبي يعني يقوم العدؤون فيه في السباحة، رياضة السباحة. هل يستطيع إنسان أن يواصل السباحة إلى 20 كيلو متر وتكون هذه مسافة مسبح؟ أم مسافة المسبح أو الطول المسبح الذي تقطعه أنت أثناء السباحة أقل من هذا؟ أحسنت أحسنت، مسافة أو الطول الذي تقطعه داخل المسبح أقل من هذا بكثير. فالإجابة هنا نقول أنها إيه؟ غير معقولة، لأن هذه مسافة 20 كيلو متر مسافة كبيرة جدا. لا، لأن المسبح الأولمبي يكون مساحته كبيرة بالكيلومتر، لكنه لا يصل إلى 20 كيلو متر، فهذه مساحة كبيرة جدا، كبيرة إيه؟ جدا. السؤال السادس يقول: املأ الفراغ. عندنا يا شباب 21000 جرام، جيم ميم اختصار كلمة ماذا؟ جرام. نريد أن نحول الجرام هذا من وحدات ماذا يا أبطال؟ بسرعة، ها فكروا. أحسنت، من وحدات الكتلة يا أستاذ. نريد أن نحول من الجرام إلى الكيلو جرام، الصغير نحوله إلى كبير. أسأل نفسك بسرعة، الكيلو جرام كم يحتوي من الجرامات؟ ممتاز، يحتوي على 1000، يحتوي على إيه؟ 1000 جرام. إذا نحول من الصغير إلى الكبير، نقوم بعملية قسمة أم ضرب؟ ممتاز يا بطل، نقوم بعملية قسمة، فنقسم 21000 تقسيم 1000، تصبح الإجابة 21 كيلو جرام. السؤال التالي يقول: 390 ملي جرام، نريد أن نحولها إلى الجرام. كما اعتدنا، أيهما أكبر وأيهما أصغر؟ الصغير هو الملي جرام، الصغير هو الملي جرام، نريد أن نحوله إلى وحدة أكبر هي الجرام. إذا عند التحويل من الصغير إلى الكبير نقسم، نقسم على كم؟ ها، نقسم على 1000، فتصبح الإجابة كما ترون 39 من 100. تمام، واضح هذا؟ ها، السؤال التالي يقول: 4000 ملي لتر، ملي لتر، ميم لام اختصار كلمة ايه؟ ملي لتر، نريد أن نحولها إلى اللتر، أيهم أكبر؟ وحدة اللتر طبعا يا أستاذ. نريد أن نحول صغير إلى كبير، إذا نقسم، نقسم على كم؟ نقول يا أستاذ اللتر الواحد يحتوي على 1000 ملي لتر، فنقسم على 1000، فتصبح الإجابة كما تظهر أمامكم 4 لترات. السؤال التالي: 74 لام، لام اختصار ماذا يا شباب؟ اختصار ماذا يا أبطال؟ ها، اختصار اللتر، عندنا 74 لترا، نريد أن نحولها إلى ماذا؟ نريد أن نحولها إلى ملي لتر، كبير نريد أن نحوله إلى صغير، واللتر الواحد يحتوي على 1000، فنضرب في إيه؟ في 1000، فتصبح الإجابة كما يظهر أمامكم 74000 ملي لتر. السؤال التالي يقول: قطع رغيف خبز إلى 20 شريحة، كتلة كل منها 24 جراما، أوجد كتلة الرغيف بالكيلو جرامات. الحين عندنا رغيف خبز قطعناه إلى ماذا يا شباب؟ إلى 20 شريحة، الشريحة الواحدة كتلتها 24 جرام، نريد أن نعرف كتلة الرغيف. بسيطة هذه المسألة، فكر. نضرب 24 ضرب 20، نضرب 20 شريحة، فنضربها في كتلة الشريحة الواحدة اللي هي 24 جرام، فنحصل على المجموع. لكن لاحظ معي، ستكون النتيجة بالجرامات، لكن هو يريد ماذا؟ يريد أن يعرف كتلة الرغيف بالكيلو جرام. إذا نحصل عليها بالجرامات ثم نحولها. انظر معي في الإجابة، تكون الإجابة هكذا: كتلة الرغيف بالجرام تساوي عدد القطع ضرب كتلة القطعة الواحدة 20 ضرب 24، فتصبح النتيجة 480 جراما. ثم نحول الجرامات إلى كيلو جرامات، الجرام صغير نحوله إلى كيلو جرام. نعمل إيه يا شباب؟ أحسنتم، نقسم على 1000، نقسم على ماذا؟ 1000، فتصبح الإجابة 48 من 100، 48 من 100. السؤال التالي يقول: غادر جاسر منزله صباحا حسب الوقت الذي تشير إليه الساعة أدناه، إذا استغرق 15 دقيقة ليصل إلى منزل صديقه، ثم لعب معه مدة 25 دقيقة وغادر إلى منزله، فمتى غادر جاسر منزله؟
الاختيارات: هل غادر الساعة 10:10 أم 11:15 أم 10:35 أم 11:40؟ الحين يا شباب إيش يقول؟ يقول يا أستاذ غادر جاسر منزله صباحا، كانت الساعة كم في الصورة هذه؟ الساعة 9:30 أم 10:30؟ ها لا، 9:30، أحسنت، 9:30. إذا استغرق 15 دقيقة ليصل إلى منزل صديق، وصل منزل دقيق صديق بعد 15 دقيقة، إذا وصل الساعة كم؟ الساعة 9:45. لعب مع صديقه 25 دقيقة، 25 إيه دقيقة. فمتى غادر جاسر منزل صديقه ولعب معه 25 دقيقة، ثم انصرف، ثم غادر من منزل صديقه، إذا انتهى من اللعب الساعة كم؟ أحسنت يا بطل، انتهى من اللعب الساعة 10:10. كيف عرفنا يا أستاذ؟ أضفنا 25 دقيقة، هذه مدة اللعب، إلى 9:45 دقيقة، مدة الساعة التي وصل فيها إلى بيت صديقه، فأصبحت النتيجة 10:10، الساعة 10:10 إيه دقائق. السؤال التالي يقول: ما التقرير الأنسب لسعة ملعقة الطعام؟ ملعقة الطعام، ساعة، ما هي وحدات الساعة؟ هل تتذكرون معي؟ وحدات الساعة هي الملي إيه؟ الملي متر أم الملي لتر؟ ملي لتر، ميم لام، ميم لام يعني ملي لتر، هذه تشياء تقاس بها الأشياء الصغيرة، ووحدة اللتر تقاس بها الأشياء الكبيرة بعض الشيء. الحين عندنا ساعة ملعقة الطعام، هل تقاس بعشرة ملي أم 2 ملي أم 50 ملي أم 20 ملي لتر أم 20 لتر؟ طبعا هذه الإجابة رقم ده بعيدة كل البعد، ليه؟ 20 لتر، 20 لتر هذه كبيرة مرة، إذا عندنا 3 إجابات كلها بالملي، لكن وحدة رقم باء هذه 2 ملي أيضا صغيرة جدا. بقي عندي 50 ملي لتر و10 ملي لتر، ألف وجيم، أيهما أقرب، 10 أم 50؟ 50 هذه تقريبا بعيدة، إذا فتكون الإجابة الأدق هي إيه؟ 10 ملي لتر، 10 ملي لتر، الإجابة الدقيقة لقياس ساعة ملعقة الطعام 10 ملي لتر. الحين معنا سؤال يقول: ماذا يا أبطال؟ يغادر موظف منزله إلى مقر عمله الساعة 7:15، الساعة 7:15 يعني الساعة 7:15، ويعود إليه في تمام الساعة 2:25 بعد الظهر، فكم من الزمن يمضي بعيدا عن منزله؟ ركز معي، تكون الإجابة هكذا: أولا هو قضى 7 ساعات و10 دقائق، كيف عرفنا يا أستاذ؟ الساعة كانت كم عند خروج الساعة 7:15؟ خرج، وإذا صارت الساعة 8 كم استغرق من الوقت؟ استغرق 45 دقيقة، إذا بعد 45 دقيقة فقط صارت الساعة كم؟ 8، إذا بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد 3 ساعات، بعد 4 ساعات تصبح الساعة كم؟ الساعة 12، 12 بقيت هكذا، بقي كم؟ ها هو عاد، تذكر رجع إلى البيت الساعة يا أستاذ، الساعة 2:25، إذا بقيت ساعتين، هنا كم؟ مر كم؟ 4 ساعات، مر كم؟ 4 ساعات من الساعة 8 إلى الساعة 12، وقبلها مر كم؟ 45 دقيقة، تذكر هذا جيدا. أيضا من الساعة 12 إلى الساعة 2 بعد الظهر ساعتان، هو لم يصل الساعة 2، إنما وصل الساعة 2:25 إيه؟ دقيقة، و25 دقيقة، ممتاز. إذا بقي عندي 25 إيه دقيقة، تمام، 25 دقيقة. الساعات، اجمع الساعات مع الحين عندنا 45 دقيقة و25 دقيقة وساعتين وأربع ساعات، ساعتين وأربع ساعات يعني 6 ساعات، و25 و45 هذه مع بعضها تساوي 70 دقيقة، نستثني من 70 دقيقة 60 دقيقة فتعطينا ساعة، فتصبح عندي الساعات كام؟
تصبح 7 ساعات بدلا من 6 ساعات، والدقائق تصبح 10، والدقائق تصبح 10، فنقول أن الزمن المنقضي 7 ساعات و10 دقائق. السؤال التالي يقول: أوجد الزمن المنقضي. الساعة كم يا شباب؟ الساعة 7:39 صباحا إلى الساعة 11:50 صباحا. نريد أن نعرف، هو خرج مثلا من البيت الساعة 7:39 وعاد إليه في الساعة 11:50 صباحا، تمام؟ الحين كم استغرق من الوقت؟ كيف نعرف؟ انظر معي، الدقائق كم؟ 50 ناقص 39، 50 ناقص كام؟ 39، فتصبح الدقائق كام؟ 11. والساعات، الساعة عند عودته الساعة كانت كام؟ 11، وعند خروجه الساعة 7 نطرح الساعات فتصبح 4 ساعات، فنقول أنه استغرق 4 ساعات و11 دقيقة. رائع، الزمن المنقضي هو 4 ساعات و11 دقيقة. السؤال التالي يقول: الساعة 10:30 مساء إلى الساعة 5:08 صباحا. ركز معي، صباح ومساء أو مساء وصباح، ها ركز. الحين نقول ماذا يا أستاذ؟ من الساعة 10:30 لو أضفنا عليها 30 دقيقة تصبح الساعة كام؟ 11 مساء. بعد ساعة يأتي منتصف الليل، الساعة كام؟ 12 مساء أو 12 صباحا، 12 صباحا أهي، اللي نسميها 12 ليلا. الحين وصلنا إلى الساعة 12 ليلا هذه امتى يا شباب؟ نعم يا استاذ، بعد ساعة ونصف. نبدأ العد من هنا، الحين بعد 5 ساعات تصبح الساعة كام؟ 5 صباحا، 5 صباحا. بقي ماذا؟ بقي 8 دقائق هذه، لأنه لم يصل في تمام الساعة 5، وإنما وصل إلى في تمام الساعة كام؟ 5:08. فنضيف 8 دقائق هذه فيصبح مجموع الدقائق كم؟ يصبح مجموع الدقائق 30 زائد 8، 38 دقيقة، وعدد الساعات هو 6 ساعات، فتكون الإجابة هي 6 ساعات و38 دقيقة. الزمن المنقضي هو 6 ساعات و38 دقيقة. املأ الفراغ، عندنا 12 ألف يساوي نقط ياء. أحسنت، كيف عرفنا هذه يا أستاذ؟ 12 ألف، الألف اختصار ماذا؟ اختصار الأسبوع. الياء اختصار كلمة إيه؟ يوم. إذا 12 أسبوع كم تساوي من الأيام؟ وحدة كبيرة، نريد أن نحولها إلى وحدة أصغر، فنضرب أم نقسم؟ ممتاز يا بطل، نقوم بعملية الضرب ونضرب في 7. 12 ضرب 7 تساوي 84. السؤال التالي يقول: 585 دقيقة، نريد أن نحولها إلى كم ساعة؟ وفر عليها جزء من الحل، وقال إنها تساوي مجموعة من الساعات إلى جانب 45 دقيقة. لو إنك ولد ذكي، ها كيف تفكر؟ ها ها ها، أحسنت. نخصم يا أستاذ، نخصم ماذا؟ نخصم 585، هذا نخصم منها 45 دقيقة، فتبقى معي كم؟ 540 دقيقة. نقسم ال 540 هذه على 60، لماذا؟ لأننا نحول من الوحدة الصغيرة وهي الدقيقة إلى الوحدة الكبيرة وهي الساعة، فنقسم أهي، نقسم 505، هو طبعا هنا في المسألة عمل يا شباب، قسم 585 تقسيم 60، فأصبحت الإجابة معنا إيه؟ ناتج القسمة يساوي كام؟ يساوي 9، والباقي كام؟ 45. فالخمسة واربعون هذه اعتبرها هي الايه؟ الدقائق، او الطريقة الاولى التي اخبرتكم بها، ان نطرح 585 ناقص 45، يتبقى معي 540، نقسمها على 60 فتصبح الاجابة 9 ساعات، والخمسة واربعون الاولى هذه هي ايه؟ الدقائق، هي الدقائق. السؤال التالي يقول: 48 ساعة، كم تساوي من الايام؟ اليوم في 24 ساعة، اليوم يحتوي على 24 ساعة، نقسم 84 على 24 فتصبح الإجابة كما تظهر أمامكم 3 أيام
و 12 ساعة، يعني 3 أيام ونصف اليوم، لأن اليوم فيه 24 ساعة، فنصف ال 24 12 ساعة. السؤال الأخير معنا يا شباب يقول: اكتب متى تجد الزمن المنقضي بين حدثين، وما أهمية معرفة وقت الحدث صباحا أو مساء؟ السؤال مرة أخرى يقول: متى تجد الزمن المنقضي بين حدثين، وما أهمية معرفة وقت الحدث صباحا أو مساء؟ انظر معي إلى الإجابة. أجد الزمن المنقضي بين الحدثين عن طريق طرح. طرح ماذا؟ طرح الوقت الذي وقع فيه الحدث الأول من الوقت الذي وقع فيه الحدث الثاني. والأهمية ليه يا أستاذ؟ لماذا مهم أن نعرف صباحا أو مساء؟ لأن هناك تغيير يحدث يا أستاذ. إذا مثلا أنا خرجت من البيت الساعة 10 صباحا وعدت إلى البيت الساعة 11 صباحا، إذا أنا قضيت كم ساعة؟ قضيت ساعة واحدة، 10 صباحا إلى 11 صباحا، ساعة واحدة. لكن إذا خرجت من البيت الساعة 11 صباحا وعدت إلى البيت الساعة 11 مساء، يبقى أنا قضيت كم ساعة؟ ها فكر فكر. آه يا أستاذ، قضيت، ممتاز رائع يا بطل، قضيت 13 ساعة. لماذا يا أستاذ؟ لأن أنا يا أستاذ خرجت الساعة 10، بعد ساعتين تكون الساعة كام؟ تكون الساعة 12 ظهرا. تمام، إذا مر ساعتين. الحين نبدأ نعد العد المسائي. الحين من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 11 مساء كم ساعة؟ 11 ساعة، زائد الساعتين حق الصباح، يكون المجموع كام؟ 13 ساعة. إذا ويهم وقت الحدث صباحا أو مساء، لأنه تختلف الساعات بعد الساعة 12 ظهرا أو الساعة 12 مساء. إلى هنا يا أحبابي نكون قد انتهينا من حل هذه الأمثلة على الفصل العاشر، والذي هو بعنوان وحدات القياس. أتمنى أن أكون قد وفقت في إيصال المعلومة لكم، وإن كان هناك استفسار على الدرس أو أي درس من دروس هذه الوحدة فنريد أن تضعوه في التعليقات. ولكم جزيل الشكر وجزاكم الله خيرا، وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.